بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة والتي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتاً لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما، فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنها من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن محبة الله سبحانه وتعالى هي أصل العبادة، فالذين لا يحبون الله لا يعبدونه. لكن الناس متفاوتون في محبة الله، فأهل الشرك يحبون الله لكن يحبون معه غيره، فأشركوا في المحبة، أشركوا في المحبة حيث أحبوا الله وأحبوا معه أصنامهم ومعبوداتهم، فلم يخلصوا المحبة لله عز وجل. وأهل الإيمان أخلصوا حبهم لله عز وجل، ولا يحبون الشرك ولا أهل الشرك، وهذا هو الولاء والبراء. فأهل الإيمان يحبون الله ويحبون ما يحبه الله عز وجل، ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون عباد الله الصالحين وإخوانهم المؤمنين. هذا تابع لمحبة الله عز وجل، محبة الرسول ومحبة المؤمنين تابعة لمحبة الله عز وجل. فهم يحبون كل ما يحبه الله من الأعمال، ويحبون كل من يحبه الله من الأشخاص، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، وهو أوثق عرى الإيمان كما في الأثر. وعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أنه يحب الله، علامة صدقه اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعلامة محبة الله اتباع الرسول وطاعة الله ورسوله. فالذي يدعي أنه يحب الله ينظر في محبته، ينظر في اتباعه للرسول وطاعته للرسول، فإن كان مطيعاً وتابعاً للرسول فهو صادق في محبته، وإن كان مخالفاً للرسول إنه كاذب في محبته. فإما أنه ليس عنده محبة أصلاً، وإما أن محبته ناقصة بحسب معصيته ومخالفته، فهذا أمر
مهم جدا. الآن في من يطنطنون بمحبة الرسول، وخصوصا هذه الأيام، أيام المولد، حب الرسول حب الرسول، لكن نراهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم كاذبون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانوا يحبون الرسول ما ابتدعوا في دين الله. لا، هذا المولد هذه بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يزعمون أنهم يحبون الرسول ويحيون الليل ويرقصون وكل شيء يعملونه كله محبة للرسول، هذا كذب. محبة الرسول ليست بالرقص والأغاني، وليست محبة الرسول بالطبول وضرب الطبول كما يعملون، ولا بالتصفيق. محبة الرسول بالاتباع، هذه محبة الرسول بالاتباع. فالمسألة ليست مجرد دعوة، لابد من الحقيقة، لابد من العلامة، لابد من الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. كذلك من علامة محبة الله محبة القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته. إذا كنت تحب الله فعلامة ذلك محبتك للقرآن. أما إذا كنت تدعي محبة الله وأنت تحب الغنى والطرب والمزامير فأنت كاذب في محبتك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فإما أن تكون محبا للقرآن وإما أن تكون محبا للألحان. أما أنك تحب القرآن وتحب الألحان فهذا لا يمكن، لأنهما متضادان. فالقرآن كلام الله والألحان كلام الشيطان، بينهما فرق. نعم. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوباً كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. أين لو طهرت قلوبنا، يعني بالمحبة لله، لما شبعت من كلام الله. وهذا منه رضي الله عنه من باب التواضع وعدم تزكية النفس، وإلا فإنه رضي الله عنه كان من أهل القرآن الذين يتهجدون به، حتى أنه روي عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة من طول القيام. فهو رضي الله عنه من يرتبط بالقرآن، وهو الذي جمع القرآن واعتنى به ووحد المصحف. المصحف العثماني الآن الذي بأيدي المسلمين هذا من عمل عثمان رضي الله عنه، هو الذي جمعه والذي رتبه وحافظ عليه وجعله الله حارسا لكتابه. ولكنه لم يزكي نفسه رضي الله عنه. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. نعم. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم. فهذا دليل على أن من علامة محبة الله محبة سماع القرآن، إما أن يقرأه هو وإما أن يسمعه من غيره.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بالحالتين، كان يقرأ القرآن وتارة يطلب أن يسمعه من غيره، وكان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وهو يصلي بالليل، لأن أبا موسى أعطاه الله صوتا جميلا بالقرآن، كان صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. هذا دليل على أن محبة سماع القرآن أنها من علامة الإيمان. فإذا رأيت الذي يفتح القرآن الإذاعة على القرآن يستمع للقرآن، هذا دليل على إيمانه ومحبته لكلام الله. وإذا رأيت الذي يغلق القرآن ويفتح على الأغاني، هذا دليل على أنه يكره كلام الله عز وجل ويحب الأغاني والمزامير، وبئس للظالمين بدلا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبه. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. نعم. استمع من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني على هذه الأمة شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الله أن يقف. فالشاهد من هذا أنه استمع إلى قراءة ابن أم مسعود، إلى قراءة ابن مسعود، يقال له ابن أم عبد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليستمع إلى قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، فهو رضي الله عنه من المشهورين بتلاوة القرآن وحفظه والإكثار من تلاوته. فهذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. نعم. والصحابة كانوا في مجالسهم يطلبون من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقرأ لجمال صوته وجودة قراءته. هذا دليل على أن الاستماع لحسن الصوت بالقرآن أنه أمر مطلوب، لأن هذا يؤثر القلب أكثر من غيره. نعم. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. كالنشواني. وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه. فيه من الناس من لو قرئ عليه القرآن كله ما تأثر، ولو قرئ عليه بيت من الشعر اللي فيه الغرام والغزل لتأثر. هذا دليل على أنه لا يحب القرآن وإنما يحب الغنى والشعر. نعم. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويسوق المحبة إليه. فصل. وأما محبة الزوجات فلا لوم فيها، بل هي من كماله. هناك محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان، محبة الأولاد والزوجة والمال، تحبون المال حباً جماً، هذه محبة طبيعية، ما هي محبة عبادة، إلا إذا قدمها على محبة الله، إذا قدم هذه المحبوبات على محبة الله
صارت محبة عبادة لهذه الأشياء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يقدم محبة المخلوق على محبة الخالق هذا دليل على ضعف إيمانه أو على أنه ليس عنده إيمان أصلاً. أما إذا لم يقدمها فهذا أمر مباح، أنك تحب زوجك تحب مالك تحب والديك وأولادك، هذه محبة طبيعية وفيها مصالح، لأنك لو لم تحب هذه الأشياء ما طلبتها ولا اعتنيت بها. نعم. وأما محبة الزوجات فلا لوم فيها بل هي من كماله، وقد امتن سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله الدالة على قدرته المحبة بين الزوجين وهم أجانب بعضهم أجنبي من بعض، يجتمعون في ليلة فيجعل الله بينهما المحبة وتستمر هذه المحبة، مع أنهم في الأول ما كان يعرف بعضهم بعضا، فهذا من آيات الله، إحداث هذه المحبة بين الزوجين من آيات الله عز وجل، فيها مصالح، لأنه إذا تحاب الزوجان أطاع أحدهما الآخر في مصالحهما وأنجب وتعاشر حصل المقصود. أما إذا كان الزوج لا يحب الزوجة أو العكس المرأة لا تحب الزوج حصلت النفرة وحصلت الفرقة وعدم الوئام، هذه المحبة ما يمكن إن أحد يشتريها ولا أحد يعملها، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على جعلها في القلوب إلا الله، هذا من آياته سبحانه وتعالى. نعم. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المغونة بالرحمة، فقد قال تعالى عقيب ذكره: ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. الله جل وعلا لما أباح الزواج وبين النساء المحرمات في سورة النساء قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. الذين يتبعون الشهوات ينفرون من الزواج ويريدون المتعة المحرمة ولا يفرقون بين محرمات ومباحات من النساء، همهم الشهوة فقط، ولا يكفي أنهم هم بأنفسهم يفسدون لكنهم يريدون أن يفسدوا الناس، فينفرون من الزواج، ينفرون من تعدد الزوجات الذي فيه مصالح، ينفرون من تزويج كبير السن، ينفرون من التزوج من الأقارب. كل هذه محاولات من أهل الفسق لأجل أن يعرقلوا الزواج حتى ينتشر الفساد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيجب الانتباه لمكائدهم. هم الآن جند الشيطان من الكفار ومن المنافقين ومن المدسين في المسلمين، يحاربون الزواج لكن ما يقدرون يمنعونه منعا باتا، لكن يجونه من جوانب، يجونه من جوانب: لا تزوج أكثر من واحدة ما يجوز، لا تزوج قريبك من جماعك من بني عمك لا تزوجها،
لا تزوجون الكبير كبير السن بالشابة، فإذا قللوا من الزواج انتهى إلى انعدام الزواج، هذا ما يريدونه. يجب التنبه لهؤلاء. نعم. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر، وفي الصحيحين من ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. نعم. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله جعل الشهوة لكنه جعل لها مصرفا شريفا منضبطا، لكن الذين يريدون الانطلاق ينفرون من الزواج ويرغبون في الزنا والسفاح أكثر من الزواج، وينفرون الناس من الزواج، يقولون ترتبط بعائله وترتبط بزوجه، خلك حر وتحصل هذه الأشياء من غير أنك ترتبط بزواج. حتى أنهم قالوا إن اللواط أنه لا بأس به، يعقدون مؤتمرات الآن لإباحة اللواط وإباحة الزنا وإباحة، وهذا كما في هذه الآية، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة أعجبته ذهب إلى زوجته زينب وقضى حاجته منها، يعني هذا من باب سد الفتنة، والزواج إنما هو لمنع الفتنة، فهو صرف شهوته في الحلال بدل أن تكون في الحرام، ولذلك الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم. وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. نعم. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح. نعم. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. يشير إلى قصة داود عليه السلام، ولقد فتن قصة داود عليه السلام لما امتحنه الله، وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم إلى آخر الآيات. جاء في سبب أو في تفسيرها أن داود عليه السلام رأى امرأة فأعجبته فتزوجها أتاها بالحلال ولم يأتها بالحرام، فالفتنة أنه وقع نظره عليها فأعجبته، هذه الفتنة. لكن بالنسبة له عليه السلام اعتبر الله ذلك في حقه ذنبا، فتاب داود عليه السلام من ذلك، فتاب الله عليه، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فهذا هو ملخص القصة، أنه لما أعجبته ما تابعها، مع أنه ملك يقدر تجابله بأسرع وقت، ملك
لكنه أراد الحلال ولم يرد الحرام، لكن الله لامه على إلقاء نظره عليها فقط. نعم. والنظر فتنة، ما في شك، النظر إلى النساء فتنة. نعم. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها. نعم. قصة يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها، أنها كانت زوجة لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد طابت نفسه منها لا يريدها، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيره في طلاقها. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يبقيها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله. مع أن الرسول كان يحب أن يتزوجها بعده، لكن يخاف من ملامة الناس، لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص ويعتبرونهم أبناءهم. الله أنكر ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يتبنى من ليس من أولاده، هذا حرام. ما يجوز تجيب واحد من الشارع أو من دار اللقطة وتقول هذا ابني، ما يجوز، هذا حرام. ما يكون ابنك إلا من هو من صلبك. فالله أراد أن يبطل عادة التبني، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ومن تمام ذلك أنه أمر نبيه أن يتزوج زوجة مولاه زيد بن حارثة لأجل يقضي على هذه العادة الجاهلية، لكن الرسول تهيب ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله عاتبه، قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فالله تولى عقد زينب، زوجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويج الله إياه لها. وهذا من فضائلها رضي الله عنها، أن الله تولى عقدها بنفسه سبحانه وتعالى: زوجناكها. فقضى بذلك على عادة الجاهلية، وأن الأدعياء ليسوا أبناء لمواليهم، وأنه يجوز للمعتق أن يتزوج زوجة عتيقه، فهذا مما أحله الله سبحانه وتعالى. كانوا في الجاهلية لا يرون هذا من أكبر الكبائر، إن المعتق يتزوج زوجة عتيقه، لأنه ابنه يقولون. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. نعم. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، الله هو الذي فرض له هذا وشرعه له،
ما عليه من حرج في تزوجه من زوجة مولاه. نعم. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، لا ما يغويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما رواية حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه خطأ، ليست من الحديث، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أمور الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء، وحب النساء ما فيه حبك للنساء وللمرأة ما فيه لوم، لكن ما يكون فيه لوم إلا إذا اتبعت الشهوات، أما إذا تزوجت هذا طيب، ولولا أنك تحب هذه المرأة ما تزوجتها، فما فيه بأس حب النساء ما فيه بأس، لكن إذا كان يتبع فيه الحلال والمشروع فلا لوم فيه، بل هو مأجور عليه. أما إذا إنه تبع فيه الشهوات والحرام هذا هو الذي فيه اللوم. نعم. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما في بأس حب النساء والبنين ما في بأس، لكن إذا قدمه على محبة الله هذا هو اللي فيه اللوم. نعم. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فغد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. اللي ينادون بتحريم تعدد الزوجات يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من اللي يدعون الإسلام يستنكرون أن الرسول تزوج بتسع، يقولون هذا دليل على أنه شهواني وأنه ويلتمسون الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ردة، ما في شك، هذه ردة عن دين الإسلام. إذا قالها من يدعي الإسلام فهو مرتد، أما إذا قالها كافر فالكافر ما عليه لوم، كل شيء يقوله الكافر، ما بعد الكفر ذنب. وكون اليهود يقولون هذا من أسهل ما يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المصيبة أنه يأتي من أبناء المسلمين من يدعي الإسلام ويتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تزوج بتسع لمصالح عظيمة، ما هو علشان الشهوة فقط، الشهوة ما فيها بأس، طيب الشهوة إذا صرفت في ما أحل الله ما فيها بأس، لكن هو لم يتزوج من أجل الشهوة فقط، بل تزوج لمصالح عظيمة، من أجل تأليف الناس، ومن أجل أن النساء يروين عنه السنة في بيته عليه الصلاة والسلام ويبلغنها للناس، ولأجل تنال هذه النساء شرف أمهات المؤمنين، كنا من أمهات المؤمنين وزوجاته في الجنة. فيها مصالح عظيمة تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته، هذا من شرفه صلى الله عليه وسلم ومكارمه وكماله، ليس هذا مما يؤخذ عليه. نعم. فغد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد آتينا. هذا من فضل الله، إن الله أباح له أن يتزوج ويعدد، وهذا من خواصه، يعني نحن مقصورون على أربع، وأما الرسول فإنه تزوج إلى تسع عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه. نعم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
وتعدد الزوجات ليس خاصا بالإسلام ولا بالرسول، تعدد الزوجات من قديم، داود وسليمان عليهم السلام عندهم من الزوجات الشيء الكثير، فتعدد الزوجات هذا من قديم، هذا شرع الله عز وجل. نعم. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها. كذلك إبراهيم عليه السلام عنده سارة بنت عمه وكانت من أجمل نساء العالم، ومع هذا تسرى بهاجر، تسرى بهاجر أم إسماعيل. فتعدد الزوجات وتعدد السراري هذا أمر محمود، فيه مصالح، فيه مصالح. نعم. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. نعم. لأطوفن الليلة، قال عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة تأتي بمولود يجاهد في سبيل الله. لكنه لم يقل إن شاء الله، ولما لم يقل إن شاء الله لم يحصل المطلوب، ولو قال إن شاء الله لحصل له ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. نعم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة إني رزقت حبها. إني رزقت حبها. نعم. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوضع بخلاف الأمة المشترى. نعم. والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، قد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. هذه مسألة فقهية. نعم. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة لما رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ فقال لا إنما أشفع، فقالت لا حاجة لي به، فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه، فإن هذا ما لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. يكفي نقف عند هذا. نعم.